كنسمعوا بزاف اغتصاب ديال الوليدات الصغار، تنسمعوا بان والديهم تيخرجوا تيقولوا او ما تيقولوش، تيديروا او ما تيديروش. فانا بالحكم الاختصاص ديالي في السلوكيات اللي نبغي نقول ان هذا مشكل، مشاكل اللي كاينين، مشاكل اجتماعيه اللي كيتمحور على الطفل، ولكن شكون اللي كيعاونو هو الاب والام. يعني اولا غنهضروا على قبل وغنهضروا على من بعد، يعني كيفاش اولا نخافوا على وليداتنا وكيفاش نحاولوا نحميوهم وكيفاش نتواصلوا معهم نعطيهم الامان. لان علاش ما تيقولش الولد؟ حيت ما كيحسش بالامان. الامان هو جاي من الثقه. كيفاش غنثق في امي ولا في با وغادي نقول ليه راه شي واحد قاسني ولا شي وحده قاسني؟ هادشي ديجا انا تنقولها وكتجي شويه صعيبه اننا نخرجوا ندير في اللغه ديالنا وفي الترابي ديالنا وفي العادات ديالنا ما تنهضروش على شي حوايج اللي هي عيب. اول حاجه ما وصلتش معاك واش كنتقبلوها؟ دابا يلا كنقول لك واش نهضروا عليها. فاول حاجه هاد الاب ولا الام خصو يعاون، يقدر هو يقدر مع راسو يكون انه قادر وعنده الامكانيه انه يستوعبها كفكره، ان الاب الولد ديالو او البنت ديالو يمكن لها تتعرض للاغتصاب او تتعرض للتحرش. فاول حاجه عندنا حنا في واحد العادات والتقاليد ان هاد الموضوع موضوع عيب، والعيب كان كولبابيليزيو به الولد والبنت اللي هي فيكتيم واللي هي ضحيه قبل من هذاك اللي تعدى عليها. لان وغنهضروا على الولد وغنهضروا على البنت حيت ماشي نفس الطريقه. البنت حشومه وعيب، واخا هي ضحيه فولا بد. بزاف ديال الناس كيقولوا ولا بد راه دارت شي حاجه. بنت 7 سنين دارت شي حاجه، برت بنت 8 سنين، شنو هو الذنب ديال 7 سنين و 8 سنين؟ واخا انا ما نوصلش على هذاك الفيول ديال 20 عام و 25 عام، هذا ماشي موضوعنا، انا كنهضر على الاطفال. يعني هذاك خاصنا حنا اولا نربيو الاجيال ديال دابا اللي هما اللي كيربيو حتى هما اجيال، لان الاجيال كتربي اجيال. خاص يكون هذاك الاب وهذاك الام اولا هو مربي راسو، عارف واثق ان هذاك راه واحد الموضوع اللي هو عادي وانه ماشي عيب وانا يمكننا نتكلموا فيه. فاذا كان هو تيقدر يحل باب التواصل مع وليداته ويقدر يخوفهم اولا نقول يديروا لهم التحسيس. يعني وليداتنا خصنا نقول لهم شوف كتمشي للمدرسه عندك، راه كنقولوا ما تهضرش مع شي واحد ما كتعرفوش، ولكن نقول له علاش؟ الا قاسك قول له راه اجي عندي وقول لي قاسني وما تخافش مني. لان اش كيديروا هذوك المجرمين؟ كيوركوا على هاد النقطه بالضبط، كيقول له راه قلتيها لباك ولا امك راه ما غيتيقوكش. وبما ان الولد والاب الولد والبنت شايفين هذا الشيء مثلا في لونطوراج ديالهم وفي البيئه ديالهم، عارف بان باهم ما غيتيقوش، فاش كيدير كيخاف. والخوف هو اول حاجه، اول سبب اللي كيخلي هذاك الوليد كيتزيد مازال يتمادى في هذاك المشكل. فاش فرعوا ما نعتقوه من الاول واحد غير كيتحرش بيا اولا كيوقف ليا في الزنقه اولا كيقول ليا ما نقدرش نقولها لبا حيت كنخاف منه، ما نقدرش نقولها لامي حيت ما كتصنت لياش اولا كتخاف مني اولا كيقولوا حشومه. فهاد الكلمه ديال الحشومه راه هي اللي ما كتخليش هذوك الوليدات انهم يثقوا في والديهم ويقدروا يهضروا معاهم. هذا اول نقطه. النقطه الثانيه ها وقع. اولا خاص الوالدين انهم يتقبلوا ان هذيك الولد ولا البنت راه ضحيه، ماشي هي المسؤوله ولا المسؤول رقم واحد. لان كيرجعوه في واحد كيتحطوه في واحد الموقف انه كيضربوه كيجريو عليه كيعايروه. كاين الوليدات اللي كينتحروا، كاين اللي كيخرجوا يهربوا من ديورهم، كاين اللي ما عمره ما غايقول وغادي يبقى كيتعذب. علاش؟ حيت باه لامو ما تيقش فيها. اول حاجه انهم حيت هذه معتقد، راه صعيب باش نبدلوا معتقدات ديال الشعب، ولكن انا تنقول يمكن اليوم نهضروا عليها حنا كصحافه وكمجتمع مدني، نهضروا عليه المره الاولى والثانيه والثالثه والعشره ونبدلوا شويه هاد المعتقدات غير نهرسوهم. دونك اول حاجه ان راه ماشي ضحيه، ثاني حاجه انك خاصك تهز من مسؤوليتك المدنيه والاجتماعيه والاسريه انك تهز داك الولد وداك البنت وتمشي تبلغ، حيت بزاف الناس ما كيقدروش يمشيو عند البوليس.
ما كيقدروش يمشيو يقولوا ويقولوا راه فلان اللي دار ولا فلان اللي دار. ما ناهيك على داكشي ملي يكون من القريب قريب العائله وداكشي، تنقولوا حنا اللي بعيد وما تيقدرش، علاش؟ حيت كيخاف او ثاني من الشرطه الوغ كو ما عندوش علاش يخاف، وثانيا كيخاف مش غيقولوا الناس. فهذا هو الشطر الاخر، اش غادي يقول، اش غادي يقولوا الناس؟ شنو المهم عندك انت؟ واش وليداتك وهذوك وصحابات وليداتك وعائلة وليداتك وهذاك المجتمع، ونحيدوا هذاك المسخ وهذاك المسخ شكلا وثقافه وكل شيء نحيدوه ولا نخليوه؟ راه اليوم اللي يجي لولادي وغدا يمشي لولاد الاخر. ما تنساش تابونا فلاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.